رجعنا لكم مشاهدينا في فقرة مجالات وتخصصات، واليوم نتكلم عن الطب البيطري اللي تطور مع السنوات القادمة، ولا تنحصر أيضا مهنة الطب البيطري على معالجة الحيوانات، لكن على وقاية البشر من الأمراض اللي ممكن أن تنتقل منها من خلال العديد من الإجراءات. اليوم نتكلم أكثر عن الطب البيطري مع الدكتور خالد محمد شدة. صباح الخير. أهلا وسهلا. حياك الله. أهلا أمل. أهلا حالي. بداية بنتكلم دكتور عن مهنة الطب البيطري، ليش اخترت هذا المجال انك يعني تكون طبيب بيطري؟ أهم شيء طبعا في المهنة ان انت تكون بتحب الحيوانات، فحبي للحيوانات، عندي باشن للانيمالز من صغري، وبالتالي الموضوع ده وجهني طبعا بطريقة دايركت على طول على الكلية وبعد كده على الشغل. غير الحب، لكن هناك لابد من وجود مهارات اللي يجب أن يتحلى بها الطبيب البيطري، شو هي أهم هذه المهارات؟ على المستوى طبعا الشخصي، في الطبيب البيطري لازم يكون عنده يعني خواص مهمة جدا زي الصبر. الحالات اللي احنا بنشوف حالات صعبة، بنشوف حالات طويلة محتاجة فترة طويلة في العلاج، فمحتاج صبر، محتاج قوة ملاحظة، لأن الحيوان مش بيتكلم. أيوة. فلازم يكون في قوة ملاحظة عند الطبيب، لازم يكون عنده زي ما قلت قبل كده حب برضو للحيوان. لو عنده الصبر وقوة الملاحظة والحب هيبقى طبيب ناجح إن شاء الله. وهذه النقطة دكتور اللي نتكلم عنها، خصوصا مثل ما ذكرت دكتور أن الحيوانات غير ناطقة، فكيف يتم تشخيص الحالات في هذه الحالة؟ يعني مثلا لو تكلمنا عن بعض الحيوانات، شو الأمور اللي تلاحظونها، يعني بشكل عام شو الأمور اللي تلاحظونها في الحيوانات وممكن تدلكم على وجود أمراض فيها؟ هو طبعا أي طبيب بيطري محترف بيمر بخطوات للتشخيص، لأن زي ما حضرتك قلتي الحيوان مش بيتكلم ومش بيقول أنا عندي إيه. اول خطوه طبعا بنشوف الهيستوري، بنشوف يعني هو كان حاسس بايه الفتره اللي فاتت. بنشوف الاعراض، بنشوف لو حصل اي تغيير في حياته او في اللايف، يعني في اكله في شربه، وبعد كده بنبدا نخش في الخطوات اللي هي يعني مثلا ممكن نسحب دم، نعمل تحاليل، ممكن نستخدم الاكس راي او الراديوجراف، ناخد صور للجسم من الداخل، وبالتالي نوصل ان شاء الله للتشخيص المضبوط باذن الله. دكتور، يمني نتكلم عن الحيوانات بشكل عام وعن المشاكل والامراض اللي قد تحصل، كثير من الناس يعانون من بعض الحساسيه من الحيوانات، من الطيور على سبيل المثال. كطبيب بيطري اليوم كيف ممكن ان يقي نفسه من بعض الامراض بحيث ما تنتقل الامراض من الحيوانات؟ الامراض طبعا كثير جدا، سواء من الماشيه او من الكومبانيون انيمالز اللي هم القطط والكلاب. فأول حاجة لازم يكون أخذ احتياطاته، لازم يكون عارف المرض اللي هو بيتعامل معاه، وبالتالي ياخد احتياطاته بناء على كده، لأن يعني طرق الإصابة كتير جدا. فطبعا احنا بنلبس جلافز، بنلبس كمامة، بنطهر إيدينا بعد الحالات ببعض المواد المخصصة للتعقيم. تمام. دكتور، تكلمنا عن جانب المخاطر في هذه المهنة، لكن أنت بالنسبة لك شو إيجابيات هذه المهنة لما تتعامل معها؟ احساس ممتع جدا ان انت تشوف حيوان بيعاني وانت بتعالجه. احنا بنعالج ستري كاتس، حيوانات في الشارع ملهاش صاحب، لكن من منطلق الواجب الانساني بتاعنا لازم ان احنا نعالجها، وده بيديكي دفعه في حياتك، لانك بتحس انك عملتي حاجه كويسه جدا في انك تعالجي حيوان مش بيتكلم او يعني مش هيقدر يرد لك اللي انت بتعمليه معاه، فده شيء جميل جدا بنحس فيه. كثير من الاشخاص دكتور عندهم هذا الشغف والحب اليوم لتربيه الحيوانات الاليفه، لكن غافلين عن نقطه مهمه اللي هي اهميه الفحص الدوري، نتكلم عنها شوي. هو طبعا كل الحيوان زي ما حضرتك قلتي قبل كده ان هو مش بيتكلم، فممكن مع تطوره وتقدمه في العمر ممكن يجي له بعض الامراض، ممكن الاعضاء الداخليه كفاءتها تقل شويه، فدايما بننصح ان كل شهر يبقى فيه فحص ظاهري، كل 6 شهور يبقى فيه فحص دم عشان نشوف الجسم من الداخل، نشوف هل حصل تقدم في العمر ده اثر عليه ولا لا، وبكده نقدر ان هو يفضل طبعا مع التطعيمات ومع الحاجات الدوريه اللي بياخدها يبقى الانيمال بتاعنا سيف ويكون كويس يعني وصحته كويسه. تمام. دكتور، بالنسبه حق الاشخاص اللي عندهم هوايات تربية الحيوانات، كيف ممكن يتجنبون أو يحمون أنفسهم من الأمراض اللي ممكن تصيب هذه الحيوانات؟ مثلا حتى لو كان مثلا في فترة مرض هذا الحيوان، كيف ممكن هم يتجنبون هذه الأمراض أو يكتشفونها؟ يعني هي طبعا بتختلف على حسب المرض. لما هم بيروحوا للطبيب البيطري بيبدأ يديهم طبعا نصايح، خصوصا الأمراض الجلدية اللي بتتنقل ما بين الحيوان والإنسان بسهولة،
فبننصح دايما اصحاب الحيوانات ان هم يتجنبوا التلامس مع الحيوانات، او ممكن تتعزل كمان في اماكن بعيده علشان ما تنزلش المواد اللي هي ممكن انها تكون معديه للانسان. فبننصحهم بتعقيم ايديهم دايما، يبعدوا عن الحيوانات وعن التلامس مع الحيوانات في الفتره دي لغايه ما يتم العلاج. عشان نحافظ على صحه الحيوانات دكتور لابد نحافظ على التغذيه السليمه بالنسبه للحيوانات الاليفه. كثير من الناس تعتقد ان الحيوان الاليف عباره عن يعني كشخص موجود في البيت يعطونه الاكل اللي هم ياكلونه. بغض النظر عن اذا الاكل كان هذا مفيد ولا لا، في دهون ولا لا، فكيف ممكن ان الاشخاص اليوم اللي عندهم حيوانات يربون حيوانات اليفه انهم يهتمون بتغذيه تغذيه الحيوان؟ هو زي ما حضرتك قلتي طبعا التغذيه عليها عامل كبير، يمكن 90% من صحه الحيوان، وبنشوف بعض الاونرز بياكلوا الحيوانات بتاعتهم اكل غلط مليان دهون خالي من الفيتامينات، بيعمل لهم سمنه ممكن يزودهم في الوزن، ممكن يعمل لهم امراض في الجهاز الدايجستيف او الجهاز الهضمي، وبالتالي بننصحهم دايما ان كل حيوان ليه اكل مخصص ليه. ما ينفعش نغير على طول من اكل لاكل علشان يفضل عنده صحته كويسه على طول، بياكل اكله اللي هو المخصص ليه، وبلاش نديله اكل من البيت يعني دايما. تمام دكتور. بالنسبه حق يمكن لاحظنا خلال الفترة الأخيرة يمكن الخمس سنوات الماضية انتشار البيت شوبس أو المحلات الخاصة بالحيوانات الأليفة اللي تهتم مثلا بتقليم الأظافر الخاصة بالحيوانات بشكلها الخارجي بالقص، هل هذه الأماكن تعتبر بيئة مناسبة بالنسبة للحيوان ولا أنا أقدر أقوم بهذه العمليات التنظيف حق للحيوان الخاص فيني؟ أكيد حضرتك تقدري طبعا، بس مش كل شخص عنده الوقت وعنده الإمكانية أنه هو يتعامل مع الكات بتاعته أو الحيوانات الأليفة عامة. والحيوانات الأليفة يعني محتاجة معاملة خاصة. فبعض أصحاب الحيوانات بيبقوا خايفين يعملوا حاجة غلط أثناء التنظيف، أو يستخدموا مادة غلط، أو أن هم مثلا الحيوان بتاعهم ممكن يكون شرس، فمحتاجين مساعدة شخص متخصص. ففي الحالة اللي زي دي بننصح أنه هو يروح للمكان للشخص اللي هو المتخصص في المهنة. إنما لو الحيوان متقبل الأمر ممكن في البيت بمنتهى البساطة تتعامل يعني. نعم، يعني نقدر نقول للدكتور أن البيئة تقدر تأثر بشكل كبير على صحة الحيوان الأليف. على سبيل المثال حديقة الحيوانات هي بيئة أعتقد مثالية لتربية الحيوانات. فكيف ممكن نحن نوفر هذه البيئة في المنازل؟ طبعا أول حاجة احنا دايما بنطلب ان ما يبقاش فيه يعني اي اخطاء في النظام الغذائي للحيوان، وكمان يبقى ستريس فري، يعني ما يبقاش فيه ضغط، ما يبقاش فيه ان احنا نجري ورا الحيوان كتير نلعبه كتير، لا لازم نديله مساحته برضه اللي هو يتعامل فيه. بعض الناس عندهم اطفال، الاطفال بيتعاملوا بعنف شويه مع الحيوانات، الحاجات اللي ممكن انها تزود الاستريس او تزود الضغط، الحاجات دي كلها هتزود الامراض فيما بعد. فاكل سليم وزيارات للدكتور البيطري بشكل منتظم كل 3 شهور اعتقد هتبقى بيئه كويسه. جميل. دكتور خالد محمد شتا طبيب بيطري، شكرا لك على هذه المعلومات حول كيف التعامل مع الحيوانات وتعريفنا على مهنه الطب البيطري. يعطيك العافيه. شكرا لحضرتك. يعطيك الصحه والعافيه. شكرا امل.